السلام عليكم، هقلدكم النهارده اخواتي. بس قبل ما تشوفوا الفيديو اضغطوا لايك وشير ولايك واشتركوا في القناه واضغطوا زر الجرس. واول واحد هنا هو مصطفى عماد محمد. مش راضي يديني بطيخ محمد، مش راضي يديني بطيخ يا عمته. تاني واحد موعد تضربني ليه؟ ها تضربني ليه عمته محمد؟ بتضربني ليه؟ ده انا طير راسه. هدى وات انت مش عليا ليه؟ ربع واحده لينا. والله ما خديت حاجه يا عماته، والله ما خديت حاجه. اي عماته هو اللي معاه، هو اللي معاه البطيخه، هو اللي معاه المونوكير. حرام سرق المونوكير. خمس واحد محمود عمته محمد شارع دون، محمد شارع دون كده. باي. سلام عليكم. لا قالت خالد بقى. ها قالت خالد؟ خالد مش عنده تجديد ليه؟ ما عنده. مش في حاجه تقلدوه؟ طيب قالت جدو. عامله اللي بتاع قالت جدو. جدو جدو. لا لا لا، ومش هو بيقول جدو. لا قالت جدو نفسه. قالت جدو نفسه. ده يا عشكاية عفيدة سليمين دول عاملين كده بس. طب قالت تيتا عم مش ساكن الواد المجنون ده اللي اسمه مصطفى. هطير عقلك. طيب قلد خالو محمود. ودي حبيبي 5 جنيه عشان انت وعدتك عليها. اتفضل. قلد خالو خالد. انت ايه اللي مخليك قاعد الساعة 3 الفجر كده؟ ها؟ قالت طنط امل. محمد والله ما عندي عيش. انت لا تعيش من تحت يا محمد. طب طنط ايه؟ تعرف الوقت تضرب معاه تاني؟ هحطك على النار، هحطك على النار. طب قلدني انا. روح هات لي دواء. ايه يا ابني؟ هو انا بطلب منك الويل؟ انا بطلب منك ايه؟ الدواء. طب اختم يلا الفيديو. اه اختم الفيديو. قول مع السلامة في فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة في فيديوهات تانية. ولو سمعت اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.